قدوميها حسبك محافظ كاي كل مية مدن موسى بيحي عبدي أيام أنت حرون تحسب جاسي كل أيام مقالة عير جابو حلال كوجوك لوريتي قدوميه هري حسبك كل مية قبل كسناج محمد عود فارح يا قدوميها عصب حسب جاسي قبل كسناج حل دبان يوسف حسن فارح وأحل دبان كترسن قلها الدجان كدق مدا عير جابو قبتي مناسبة حل وريتي انت هي كد عيسينا وحق قبتشو جيالك ها وزير كمدحتو يدا سومالي لان محمود حاشي عبدي وسيرك وسارد ورفافينتا عثمان عبد الله سحرديد عداني وسيرك حيجانك وسارد قاشانديقا محمود ورسامي تشامع برسابك قبل كسناق احمد عبدي فلاي حل ديبان نقية مسؤولين كلاو كاتر سن حسبقا سي وقهرين وحا هالكاسي كهر ليافيينك حسبقا محافظ كاي كلمية حسن محمد علي قافادي وحنمان توك لوريتين ان حلكي قدامينو ده حسبقا كلمية قبل كسناق قدميه هراء محمد عود فارح وحنا نكون رجلينا قدميها عصب يوسف حسن فارح عود فارح وحنا نقول رجلينا حنا قم هذا قلنا شقين كي بدناه وحسب جو قبتي وأهل جماعة وين وحسبيها وين وأن آذي آذوها الكرة وأن ندع هذا وحنا قررنا إن أنا ما أنت نسنا ونقعد صدي محمد عود فارح قدميه هراء حسبيك كل مية قبل كسناق أي يسقون هالكاسي كهرلي إلى المركي لغودة واغي حسبك كل مية لابكن إيا لابدي إلا إيا مانتا وحانها حبينتا أغهر مدسني هولها إنتا بدن قبطة إيا دو أي هولا بدن إيا مادين برنامج كمانتا لو قوريانا يهي حيان عصوة دير ديدال كي سنو باحان أنا هولها يقبطين وحان قرطة أنو وسوشي دي إن أن قدومي أحسب أن قوريشو حنبليو قدومي أصيدو كلنا واحا هالكاسي كهد لأي قدومي أعصوب أحسب كل مية أمك عابي قبل كسناجة حل ديبان يوسف حسن فارح قدومي هوري محمد عود فارح ورون تينين أضياها أدو حسب قصو شقيي تعب بدن قليي سيدان يتصمد عليه ويقوريتي حلكا آدي آبان وقوم هادنقيا قدوميها iya taageerayaasha xisbiga waxaan ugu ballan qaadayaa inaan xisbiga dirdir gelin doono ka shaqeyn doono halka uu maanta joogo hore ugu marin doono una noqon doono insha Allahu ta'ala gobolka Sanaag number 1 sidoo hore uga gali jiray iyo si ka badanna uga gali doono waxaan u dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmi ee gobolka Sanaag in ay xilka ugu taageeraan in ay garab galaan ilaahayna waxaan ka baryayaa xilka maanta la igmaday in ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu asturo gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalka soo gunaanaday lana dardaarmay gudoomiyaha cusub waxaanu aad iyo aad u mahadnaqaynaa gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee Sanaag Maxamed Awad waxaanu uga mahadnaqaynaa hawsha weyn ee soo qabtay waxaanu uga mahadnaqaynaa inuu gartay inuu isagu hawshan ka nastay imika waxaanu uga mahadnaqaynaa inuu waliba ka qayb qaatay xurida iyo soo doorashada gudoomiyaha cusub dowiya cusub waxaan ku dardaarmaynaa xilka inuu Alla kugu asturo hawsha badan ee ku taalanay ay kugu asturo gobolka Sanaagna aad guud ahaan isku wado gobolka taageerasha xisbiga oo dhan hoggaamiyaha wanaagsan dulqaad iyo xisbiga oo hawshii aad dardaar geliso isagana saar ku dardaarmaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar